مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج مثير للجدل. نقاش ساخن يدور في اروقه الجمعيات المهنيه للقضاة حول واقع الوضعيه الاجتماعيه والاقتصاديه للقاضي. نادي القضاة دعا الحكومة بشكل مستعجل إلى مراجعة أجور القضاة لتكون ملائمة ومناسبة لمركز وكرامة ومسؤولية منصبهم. نادي القضاة دعا أيضا إلى الإفراج عن تعويضات الديمومة والتنقل والإقامة والإشراف على التسيير ومهام المسؤولية وغيرها من التعويضات. قبل نادي القضاة سجلت الودادية الحسنية للقضاة أن الوضعية المادية للقضاة لم تتحسن منذ سنوات، وأنها قررت مكاتبة الجهات المعنية للمطالبة بالزيادة في الأجور والتعويضات وفتح الحوار بشأن ذلك مع السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل. الحكومة من جانبها تسجل أن آخر زيادة في أجور القضاة تعود إلى العام 2015، لذلك نتساءل اليوم ما حقيقة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للقضاة في المغرب؟ ما طبيعة المطالب التي ينادي بها القضاة؟ أي علاقة للوضعية المادية للقاضي باستقلالية السلطة القضائية وتحصينها؟ وكيف تتفاعل وزارة العدل مع الملف المطلبي للقضاة؟ بداية نتوقف مع ملاك مهراج عند أبرز مطالب القضاة وتفاعلاتها. على امتداد الشهور الأخيرة أثارت مسألة التعويضات عن مهام القضاة نقاشا واسعا. محور هذا النقاش التفاوت في التعويضات التي يتلقاها هؤلاء حول المهام الإدارية ونظرائهم الذين يقومون بمهام قضائية. هذه النقطة خيمت على اجتماع المكتب التنفيذي الأخير لنادي قضاة المغرب وتثير كثيرا من الانقسام. البعض يرى نوعا من التمييز في ارتفاع تعويضات القضاة الإداريين مقارنة بقضاة المحاكم، ويرى البعض الآخر أن هذه التعويضات مستحقة نظرا لاختلاف طبيعة العمل الإداري ومتطلباته من حيث التكوين والاختصاص. قضاة المملكة يجمعون في المقابل على جملة من المطالب الموجهة للحكومة، من بينها تفعيل مبدأ المراجعة الدورية للأجور بما يتلائم مع مركزهم ومسؤولية منصبهم، رصد تعويضات ومكافآت مناسبة للمهام التي تمزج بين التسيير الإداري والعمل القضائي، وإقرار امتيازات معمول بها في قطاعات أخرى مثل أجرة الشهر 13 والشهر 14. الودادية الحسنية للقضاة ترى أيضا أن تحسين وضعية القضاة باتت أولوية في اجتماع مكتبها المركزي الأخير. أعلنت عن اتخاذ مجموعة من التدابير لرفع ملف مطلبي يتضمن زيادة في التعويضات عن السكن والساعات الإضافية والديمومة والتنقل. هذه التعويضات تجد أساسها في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنتين، لكن الحكومة لم تبادر إلى إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة به إلى الوجود، وذلك بيت القصيد في النقاش السائد. إقرار هذه التدابير يعد بحسب نادي قضاة المملكة ضرورة ملحة لدى تدعيم استقلالية السلطة القضائية وتحصينها. من هذا المنطلق أعلن النادي عقد لقاء عام لتدارس الأشكال الاحتجاجية الكفيلة بتحقيق مطالبه في 29 من يونيو المقبل. بعد أزيد من عام على استقلال السلطة القضائية عن وزارة العدل، تبقى الوزارة وصية على أجور وتعويضات القضاة. آخر زيادة في الأجور استفاد منها هؤلاء كانت في 2015 في عهد وزير العدل السابق مصطفى الرميد، وقدرت بمعدل 37% من قيمة الراتب الشهري، زيادة لقيت ترحيبا في حينها، إلا أن عددا من الفاعلين داخل الجهاز القضائي اعتبروها غير كافية ودعوا إلى المزيد من العناية بالقضاة حفاظا على مكانتهم الاعتبارية داخل المجتمع. مشاهدينا الكرام، لمناقشة محاور هذا العدد يسرنا نستضيف معنا في الاستوديو الأستاذ عبد اللطيف شنتوف رئيس نادي قضاة المغرب. أستاذ شنتوف أهلا بك. أهلا وسهلا ومرحبا. ألف مرحبا. يسرنا أيضا أن نرحب بالدكتور محمد الخضراوي نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة. أستاذ الخضراوي أهلا بك. أهلا مرحبا. ألف مرحبا. نوجه أيضا عناية مشاهدينا الكرام إلى أننا وجهنا الدعوة لوزارة العدل قصد المشاركة معنا لكن الوزارة اعتذرت. لو نبدأ معكم أستاذ الخضراوي، ما حقيقة المطالب والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لفئة
القضاة، هذه الفئة المهمة في الواقع في المنظومة القضائية وللأمن القضائي في المملكة. نعم، أولا شكرا على الاستضافة وعلى هذا البرنامج. مرحبا. لأنه تعتبر أولا ما يفتحتوا هذا النقاش بالنسبة لنا، أولا الأمر يتعلق بموضوع يعني وشأن مجتمعي، وهام جدا أنهم يعرفوا هذه المسألة، ولكن دائما خصنا نحطها في إطارها الكبير، هو أننا أمام مشروع مجتمعي من أهم مرتكزاته هو إيجاد سلطة قضائية مستقلة. وإيجاد سلطة قضائية مستقلة يستتبع بالضرورة، يعني هي المرتكز ديالها والمحتوى ديالها مبني على القضاة، وهذا القضاة خاص يكونوا في واحد وضع معين لكي يحققوا الأمن القضائي، لكي يؤدوا الواجبات العلم، خاص يكون هناك هما أولا عندهم واحد الأمن اجتماعي، أمن مادي تخولهم واحد مجموعة من الضمانات، مجموعة من التحصينات ليؤدوا الرسالة والتزامات اللي هما مطالبين بها. فعندما نتحدث اليوم عن الوضعية الاجتماعية والوضعية الاقتصادية للقاضي، فإننا لا نتحدث عن امتيازات لفائدة القضاة، نتحدث عن حق للمواطن في أنه الملف ديره يكون معروض أمام هيئة هو عنده الثقة التامة في أنها محصنة، بأنها في وضع اقتصادي واجتماعي ملائم لقدسية هذه الرسالة. إذن المقاربة ديال الموضوع خاصة تكون من هذا الاتجاه، أنه مثل القضاة أو الجمعيات المهنية للقضاة عندما يطالبون بإصلاح الوضعية فإنهم لا يطالبون بامتيازات لفائدتهم هم بصفة شخصية، ولكن أعتقد ونعتقد حنا كوداد حسن القضاة بأن الأمر هو أمر يهم الجميع. وبالتالي إذا بغينا نناقش الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي للقضاة بالمغرب، هو حديث عنده أبعاد مختلفة يمكن تلخيصها بطبيعة الحال ما يمكنوش سوداويين في وضع الصورة، كاين مكتسبات عديدة، ولكن قبلها خاص الناس يعرفوا هاد القضاة اش يديروا. القضاة في المغرب كانوا في مستوى الرهان ديال تأسيس السلطة القضائية اليوم من 2017 و2018، والنتائج واضحة من خلال الأرقام اللي كاينة أصلا في تقارير ديال وزارة العدل والتي شاهدها بالمنتظم الدولي. عندنا أولا نقدر نقول لكم بأنه غير في هذه السنة ديال 2018 كانت عندنا أكثر من 3 مليون حكم قضائي صدروه القضاة بمعدل، نقدر نعطيك الرقم يعني بالتقريب 1137 حكم هو متوسط الأحكام اللي صدروها قضاة المملكة. هذا الرقم راه الا جينا نقارنوه، علاش ندوينا على المعطيات الإحصائية وديال المنتوج والعمل القضاة؟ لأنه مرتبط بالوضع الصحي، لأنه هذا تيخلصوه من صحته، تيخلصوه بمجهود كبير بتضحيات كبرى باش نوصلوا لهاد الأرقام ديال باش نوصلوا لهاد المتوسط الأحكام، باش نوصلوا النتائج ديال المداخيل الماليه اللي تدير المحاكم والامن في التنفيذ الى اخره. نعم، سناتي الى مساله الانتاجيه. انا اريد فقط ان اعرف منك ابرز ما يتطلع اليه القضاة من الناحيه الاجتماعيه والاقتصاديه، ابرز ما يتطلعون اليه. ابرز ما اولا يعني بصفه عامه القاضي خص يكون عنده واحد الامن على مستوى دخل يخول له التحصين، دخل يلائم كرامته، دخل يلائم المستوى اللي يجب أن يكون فيه داخل المجتمع. نحن اليوم سلطة قضائية، فخصة تكون في واحد المستوى معين لتعكس هاد المهام اللي هي مرتبطة به. إذن الوضع المادي ضروري طبعا، المسائل الأخرى اللي هو الجانب الصحي، جانب السكن، ظروف العمل داخل المحاكم، ظروف إنتاج العدالة، هذه مجموعة من العناصر، يعني تفاصيل كثيرة. أنا غير لأنه باش نختصر هو ملف كبير جدا وفي عناصر مختلفة ونفصل فيه، سوف نفصل عندنا الوقت نقطة. مرحبا جميل أستاذ الشنتور. اليوم نادي القضاة خرج ببلاغ مؤخرا دعا الحكومة إلى التعجيل ب النظر في المسألة المادية للقضاة والإفراج عن التعويضات والتسريع بالوفاء بالتزاماتها. ما هي التزاماتها تحديدا تجاه القضاة؟ نعم، إذن شكرا جزيلا ورمضان كريم لكم وللمشاهدين الكرام، وتحية لزميلي الأستاذ الخضراوي. طبعا في البداية غير واحد التوضيح بسيط فيما يخص التقرير الذي عرضتموه والمتعلق بمناقشة المكتب التنفيذي للتمييز بين القضاة الذين يشتغلون في الإدارة ونظرائهم الذين يشتغلون في المحاكم. هذا الأمر لم يكن محل النقاش أبدا. احنا كنعتبروا القضاة جميعهم معنيون بالمطالب التي ترفعها الجمعيات المهنية
هي المطالب المشروعه المؤسستي على القانون. اذا الامر لا يهم بتاتا القضاة اللي في الاداره والقضاة المحاكم، كلنا قضاة، كلنا لنا مطالب يعني موحده في هذا الاتجاه. طيب المساله الثانيه لم ينسب للنادي بالمناسبه، طبعا هناك حديث. نعم. هناك حديث، نعم، في التقرير، نعم، راجع بشان ان بعض القضاة، نعم، يتحفظون على هذا المساله، ولكن في التقرير لابد من توضيح يعني الامر. المساله الثانيه، نعم، المساله الثانيه التي وردت في التقرير هو انه سنتين من تنصيب المجلس على السلطه القضائيه، وبالتالي سنتين من صدور القوانين التنظيميه، وبالتالي سنتين من الانتظار ديال صدور المرسوم ديال التعويضات اللي هو مرتبط بالقوانين واللي كان يجب ان يصدر في نفس الوقت، لانه العمل قائم في المحاكم بشكل مستمر دون توقف، وبالتالي هذه المراسم يجب ان تصدر مع القوانين. منذ سنتين. منذ سنتين. طيب. بالتحديد افريل 2017 الى اليوم لم يصدر هذه المراسم ولا حديث عنها. مضمون هذه المراسم؟ هذه المراسم هي مؤسسة على القانون، القانون هو الذي يفرضها، ويعني المشرع اللي هم ممثلين ديال الأمة في البرلمان هم الذين قرروا للقضاة تعويضات عن المسؤولية الإدارية وعن الديمومة وعن المهام الإضافية وعن هذه كلها، ولكن الحكومة إلى الآن لم تصدر هذه التعويضات لمدة سنتين. إذا المسألة لا ممكنناش أن نسكتوا بعد سنتين. المسألة الأخرى هو زيادة في الأجور ديال القضاة منذ سنتين، هذا الأمر هذا خصو توضيح. أولا هذه الزيادة لم تشمل جميع القضاة، شملت فئة معينة. ثالثا لم تكن زيادة، هي كانت جبر للضرر، لأن القضاة لم يستفيدوا من أي زيادة منذ 1996 على خلاف باقي القطاعات. استوضح منك هذه النقطة. نعم رجاء. في العام 2015 تقول الحكومة بأنه كانت هناك زيادة مهمة فقط 30%، وفي بعض الحالات أكثر من ذلك. نعم. وتقول بأنه منذ 3 سنوات فقط. يجب أن نوضح مسألة أساسية، يجب أن نوضح هنا، لأن هذا الأمر هو ملتبس في وسائل الإعلام. الزيادة كانت بعد أن استنكفت الحكومة عن زيادة في أجور القضاة منذ 1996. خلال هذه المرحلة عرفت عدة قطاعات زيادات مهمة القضاة لم تعرف، يعني الزيادة رغم المطالبات اللي كانت رفعتها الجمعيات المهنية اللي كانت موجودة في ذلك الوقت، ومنها الإخوة ديالنا في الوداد الحسنية للقضاة. احنا في 2014 كانت هذه الزيادة، ولكن كانت بنسبة كبيرة أساسا للقضاة الدرجة الثالثة. ثانيا الاولى راه ما كانش زياده حقيقه، يعني كانت تجميع للمراتب الذين يلجون لاول مره في لاول مره، باقي الدرجات كانت تجميع للرتب لا اقل ولا اكثر، درجه استثنائيه الى الان ما كانش فيها امتيازات. هذه بتاتا تجميع الرتب هذا ما فيهاش امتياز مادي، عوض تقسيمها على سنة 5 سنوات تم تجميعها في مره واحده، ويظل القاضي 5 سنوات دون يعني يتحرك سلما هو يعني المهني. اذا في الحقيقه لم تكن هناك زيادات. الان مطالبنا الان والسياق التي جاءت فيه هي مرتبطه، مش يعني مرتبطه بالمراجعه الدوريه للاجور، وهذا مبدا عالمي. هذا هو السياق والمرجعيه اللي تستند عليها، هي ان المراجعه الدوريه للاجور حتى لا نسقط في هذه المساله ديال كل مره نطالب، كل مره نحتاج، كل مره الى غير ذلك. ثم مساله اخرى ان يعني الامر ديال التعويضات المنصوص عليها في القانون تاخرت لسنتين. هذا هو الاساس ديال المطالب ديالنا، فضلا على الاعمال الاجتماعيه والاعمال الصحيه التي اشار اليها الدكتور الخضراوي والتي سوف نتحدث عنها في هذا البرنامج. عمليا الوداد الحسنيه للقضاه تتبنى نفس المطالب، نعم، ام لديكم منظور خاص لهذه المطالب او ربما مطالب غير اخرى؟ لا، هو بالنسبه لهذا هم جماعي. انه قضاه المملكه سواء اللي في المرحله الابتدائيه اللي يلاه بداوا في المسار ديالهم، او الان دابا عندنا حتى مشكله تاع المتقاعدين، انه حنا كوداد حسنية القضاة او مع باقي الجمعيات المهنيه، يعني هذا وضع عام يشملنا جميعا. تقدروا الاليات، حنا مثلا توجهنا الى المجلس الاعلى للسلطه القضائيه وقدمنا في اطار، هنا لابد ان ننوه بدور المجلس الاعلى للسلطه القضائيه في هذه المرحله التاسيسيه، لانه كاين اوراش كبرى ونقدروا ننوه مثلا غير على مستوى مثلا الترقيات. هذه السنه راه تقريبا تمت استجابه 95% ديال استجابه الملفات تاع ترقيات القضاه، يعني حنا بالنسبه لنا هذه مساله مهمه جدا كسابقه، ولكن حنا كملفات يعني وكطلبات اللي هي راهي، شوف ما خصناش حنا كاع اصلا كقضاه نطالبوا بها، حنا قيمه القضاء والمؤسسه القضائيه ما خصناش نوصلوا اننا نطالبوا. حنا الا عندنا مشروع مجتمعي مرتكز على السلطه القضائيه لابد من توفير الامكانيات الماديه للسلطه القضائيه. عدد قليل ديال القضاه، شحال كاين تاع القضاه في المملكه ياك؟ فبالتالي تخيل معايا دابا قاضي، دابا هاد الافواج، دابا الفوج 41 اللي يلاه تعين او الفوج اللي يلاه جاي غادي يتعين، تاهو قاضي مبتدئ باجرته اللي يلاه غادي يبدا بها دابا الان ياك، غادي يمشي الى محكمه معينه، خصو المشاهدون لا يعلمون شيئا عن اجر القاضي. نعم احنا شوف تتركونه طي الكتمان ام لا؟ ماشي معروف، شوف هو اولا معروف، واحد
ثانيا حنا جينا تناقشوا المبدا التفاصيل ديال بشحال بالضبط القياس كافي أما كافيش كنت متأكد بأنه القضاة الآن في هذه الساعة هذه مع ناس ما بقوش باش يتعالجوا ياك ناس وقضاة توفوا رحمة الله بسبب ضغوط العمل وسط المحاكم وسط الجلسات عندنا قضاة اللي أثناء وفاتهم حنا أشوف هادو أمور حنا ما بغيناش أصلاً لأنه حنا نتحفظ على هذا جزء من الإشكالية لأنه حنا بالنسبة لنا شوف كرامتنا حنا أصلاً لا نسجد أحداً أولاً هادو تعتبروه حق المواطن هو خص الناس هما يدافعوا على هاد المطالب هذا أنه لا بد أنه القضاة تعطاهم الإمكانيات ديال العمل حنا الهدف من هادشي كله شنو هو إنتاج عدالة تليق بهذا الوطن عداله اللي باغ اللي وفق الرهانات اللي كاينه انت بغيتي القاضي يدير لك مجموعه من الامور وانت غير الابجديه الاولى ما توفرش انطلق مما انتهى اليه الاستاذ الخضراوي يقول نحن لا يفترض ان لا نستجدي احدا البعض يقول بانه من المعيب على القضاة من العيب او من المعيب على القضاة انهم يتوجهون الى الحكومه من اجل استجداء زياده او استجداء تعويضات القضاة يمثلون سلطة مستقلة ولا ينبغي عليهم أن يتوجهوا مباشرة إلى الحكومة أو إلى وزارة العدل ما رأيك؟ أولا الأمر لا يتعلق بالاستجداء لأن الأمر فيه يعني النص قانوني واضح نحن نطالب بتنزيل يعني هذا النص القانوني لا أقل ولا أكثر المسألة الثانية المرتبطة بأن يجب أن نتوجه إلى المؤسسات القضائية بما فيهم المجلس على السلطة القضائية وباقي المؤسسات إحنا في أثناء يعني المناقشه ديال تنزيل الدستور في باب القوانين ديال السلطه القضائيه طالبنا بالاستقلال المالي حتى نحقق هذا الموضوع الذي نتحدث عنه هذا من تجليات عدم الاستقلال المالي خصنا نكونوا عارفين بانه كاين استقلال في الصلاحيات وفي المؤسسات ديال المجلس ولكن ما كاينش استقلال مالي عند المجلس لا يملك حق الزياده في الاجور هذه نقطه مهمه نعم. الاجور هي مسؤوليه من هي مسؤوليه الحكومه مسؤول يعني الامر يرتبط بمرسوم يصدره رئيس الحكومه يعني هو المسؤولية بالأساس عند وزارة العدل المسألة ديال المجلس على السلطة القضائية طبعا المجلس مشكور في شخص يعني السيد رئيس المنتدب ورئيس النيابة العامة كذلك راهم طالبوا كذلك وأصدروا توصيات في هذا الشأن ولكن هم لا يملكون حق التصرف في هذا الموضوع وزارة الحكومة العدل الحكومة طبعا الحكومة وزارة العدل تقسيم الحكومي وزارة العدل ولكن المرسوم يصدره رئيس الحكومة إذن هذه التعويضات وباقي الوضعيات المرتبطة بالوضع المالي للقضاة هي مرتبطة بالحكومة ومن هذا المنطلق نحن توجهنا إلى الحكومة بعض المعلومات عادي وطبيعي بعض المعلومات تشير إلى أن هذا المرسوم الذي تتحدث عنه تم توقيعه من طرف وزارة أو تم إصداره من طرف وزارة العدل وهو في المسطرة المصادقة وبأنكم تتسرعون ما رأيك؟ لا يا سيدي شوف احنا لا نخجل أو تستعجلون الأمر لا نخجل من المطالبة حقوقنا بشكل علني احنا ليس لدينا ما نخفيه طيب. إذا كان هذا المرسوم أساسه القانون فمما لماذا هذه السرية ولماذا هذه الخشية ثم إن كان قد وقع أين هو هذا المرسوم لماذا لم يصدر في الجريدة الرسمية هذه أشياء تقال للاستهلاك ليس إلا المرسوم غير موجود ثم إننا نطالب بإعمال مقاربة تشاركية في هذا المرسوم هو ليس يعني فقط يصدر هذا المرسوم ثم ما هي التعويضات الواردة به هل هي شاملة لكل المهام هل المبالغ التي سوف تقرر في هذا المرسوم هي شاملة للمهام التي يقوم بها القاضي نحن نتحدث عن الديموم التي تكون في الأعياد والتي تكون في أيام السبت والأحد والتي تكون في العطل يعني هي مفروضة على القضاة وبالتالي يجب أن تكون يشتغلون هذه الأيام كلها يشتغلون في العطل وفي الأعياد إذن هذه التعويضات يجب أن تكون مناسبة لهذه الظروف طيب البعض يقول بأن القاضي يتربع على عرش الأجور في الوظيفة العمومية هل هذا حق أريد به باطل؟ أم أن خصوصية هذه المهنة وظروفها التي تمارس فيها تفرض نوع من الخصوصية؟ أولا هذا الرأي هو لا يلزم إلا من يقول به لأنه إحنا بالنسبة لنا إلا بغينا نقارنه غير مع دول اللي قريبة منا دول قريبة منا باش ما نقارنوش راسنا بدول أخرى يقول لك راه كاين فرق في الإطار وفي الوضع العام دول قريبة منا دول عربية ودول إفريقية حتى القاضي المبتدئ غير تتعين تتطع السيارة كل قاضي طيب. تتطع السيارة ديالو تتطع السكن ديالو تتطع مجموعة من التعويضات باش يبدأ انطلاقة باش يكون هو في مأمن القاضي خصو يكون في غناء عن التفكير في هذه الأمور بعدها هو خصو يركز لأنه عنده مهمة كبرى عنده مهمة أساسية عنده الفصل ما بين الناس ضمان الأمن القانوني والقضاء احنا ما تبغيش تفهم لينا كيفاش
يعني امور اللي هي ثابته في المواثيق الدوليه وكما قال سير لطيف، يعني مساله متفق بشانها انه الاجر ديال القاضي والتعويضات ديالو والمسائل ديال الاول خصها تكون بعيده عن النقاش السياسي. هذا راه كاين في التوصيات الدوليه، انه الوضعيه الماديه للقضاه خصها تكون خارج اي نقاش سياسي، خصها تكون هيئه مستقله كاع هي اللي تثبت في هذه الامور هذه. هذه واحد. طيب. ثانيا اللي تقول بانها كافيه وانها من اعلى الاجور في المنظومه، حنا نقول لك الان عندنا زملاء وزميلات عندهم مشاكل غير تاع تغطيه صحيه، عندهم مشاكل غير ديال القاء سكن ملائم، عندهم غير مشاكل مع الابجديات الاولى ديال متطلبات الحياه العاديه. فبالتالي وضع بحال هذا وضع لا يليق، ووضع خصو اللي تقول بانه سنتين كاين استعجال وكاين كذا، فاعتقد بانه يمكن الزمن جانب الصواب. اعتقد بانه طيب. قيمه الوقت كيفاش حنا تيطالبونا بالوقت والزمن القضائي والتعويضات طيب. ما كاين مشكل تسناو. اتذكر هنا ربما ما قاله احد الذين اشرفوا على وزاره العدل، لما لربما هو الاستاذ مصطفى الرميد عقب الزياده الاخيره انذاك في العام 2015، قوله هو ان مستوى الاجور اصبح يضاهي مستوى الاجور في دول اوروبيه وفي اوروبا. هل هذا اليوم انتم كيف تجدون انفسكم قياسا الى الدول الاخرى؟ شو من حيث الوضعيه الماديه والاجتماعيه؟ اذا كان السيد الوزير مصطفى الرميد قال هذا الكلام فهو مجانب للصواب، لانه هذا نقلته في الواقع تقارير يروج، لكن احنا اليوم مقارنات ما غادي نخرجوها راي العام. هو اين تجدون انفسكم قياسا الى التجارب الاخرى؟ عندنا مقارنات مضبوطه وغادي نخرجوا على الراي العام، هو اجر القاضي الفرنسي والاسباني والانجليزي والامريكي والعربي والافريقي كما اشار الى ذلك الاستاذ الخضراوي. بالتالي هذه القضيه ديال انه الاجر ديال القضاه المغاربه هي افضل من الاوروبيين، هذا قول يعني ماشي صحيح. طيب. ماشي صحيح، وعندنا الارقام اللي غادي يمكن نخرجوها. بغيت نرجع لواحد النقطه اللي هي اساسيه في هذا الموضوع اللي خصنا نأطروا بها النقاش، وهي المرجعيه ديال هاد المطالب ديالنا كقضاه اليوم. اولا هذا الموضوع ديال الاجور وتحسين الوضعيه الماديه كلها، ماشي فقط الاجور، بما فيها التعويضات، بما فيها بعض الحوافز، بما فيها كلها، راه مرتبطه اشد الارتباط حتى في الادبيات الدوليه باستقلال السلطه القضائيه في الجانب ديال التحسين. وعندنا عده اقوال وعده يعني نماذج لقضاه اوروبيين ورؤساء محاكم عليا كذلك في هذه النماذج المتقدمه اللي كيربطوا هذا الامر اشد الارتباط باستقلال السلطه القضائيه، وكذلك في الاعلان ديال المبادئ استقلال السلطه القضائيه اللي صادقت عليها الامم المتحده كميثاق دولي يجب ان نلتزم به، لان الدستور كذلك ينص على هذا الموضوع. وبالتالي القضاة يبذلون جهد كبيرا في تصريف العداله، وبالتالي السلطه التنفيذيه ملزمه بايجاد هذه الاليات الماليه والماديه. واضح. ناخذ فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود لنواصل معكم هذا النقاش، ارجو ان تتفضلوا بالبقاء معنا. مشاهدينا الكرام اهلا بكم من جديد في الجزء الثاني من حلقه برنامج مثير للجدل حول طالب القضاة الاجتماعيه والاقتصاديه. نواصل هذا النقاش مع الاستاذ الخضراوي نائب رئيس الوداديه الحسنيه للقضاة استاذ محمد الخضراوي. القاضي اليوم ومنذ 3 سنوات القضاة الجدد الذين يبداون مسارهم يبداون حسب على حد علمي براتب يتجاوز 14000 درهم. هذا الراتب هل يضمن للقاضي الوفاء بالتزاماته تجاه المكانة الاعتبارية التي هو فيها أم أنه بعيد عن ذلك؟ أولا نطلق واحد المبدأ هو أنه الأخلاق لا توزن بالمال، يعني سنأتي لنفصل في هذه النقطة في الواقع مهمة جدا. لا يعني بالنسبة لنا احنا مبدئيا لا نقايض أو لا يعني تنقولوا بأنه الأجر لا يرتبط بالأخلاق لا ما عنده علاقة. كانت زيادة كانت زيادة، احنا استقلاليتنا وأخلاقنا تتفرض عنا نؤدي الواجب ديالنا بكل وطنية وبكل أمانة لا مع الله ولا مع الوطن. إذا مسألة الأجر وزيادة، ولكن بالنسبة لنا تيبان بأنه راه من غير المنطقي من غير المقبول في جميع التجارب، حتى في مرجعيتنا كاينه رساله ديال الامام علي لوليه اشرف النخعي تقول له اجزل لقاضيك العطاء، كاينه رساله طويله جدا عندها 1000 سنه واكثر. هذه مسائل متعارف عليها ما يمكنش تناقش فيها. واحد قاضي مبتدئ
فوج دابا تقول لي مطالب بالعديد من الالتزامات وبالعديد من الاخلاقيات. ما تجلسش هنا، ما تسكنش هنا، ما توقفش هنا، خصو التكوين، خصو مجموعه من واجب الوقار مجموعه من الالتزامات هي على عاتق هذاك القاضي المبتدئ اللي تيجي تيبدا. اول حاجه تمشي تنتقل لواحد المحكمه ياك ما تلقات، يعني السلطه القضائيه خصها تفتح قوس مشكوره تعطى تعليمات للساده المسؤولين القضائيين باش ياخذوا بيد هاد القضاة الجدد ويساعدوهم في الاستقرار الاولي وكذا وهذا، ولكن غير المساعده. حنا بغيناش حاجه مؤسساتيه اللي تكون حقوق مكتسبه من اللي القاضي بلي يقلب على فين يسكن يلا جا، وتكلفه ديال السكن والتكلفه ديال السياره تقدر دير اكثر من 70% من الاجر ديالو، عاد باش متطلبات الاسره ديالو، عاد باش الى اخره. وهذا تطلب منه تتحط قدامه امامه ملفات بالملايين بالملايير، بمجموعه من الاكراهات، بمجموعه من الالتزامات، بمجموعه من كذا. حنا تندوي اليوم على سؤال الثقه. إذا بغيتوا احنا سؤال الثقه تنطلق من تحسين الوضع الاجتماعي، ماشي غير زياده في الاجور، التعويضات، جميع المسائل اللي محيطه بظروف العمل ديال القاضي باش يقدر يؤدي الوظيفه والمهام الكبيره الدستوريه المطالب عليها. راه العدل وارساء الحقوق وحمايه الحقوق والحريات شحال الثمن ديالها؟ واش قدروا نقوموها بمال؟ القيمه ديالها داخل المجتمع، هذا هو السؤال. ما خصناش هادشي، بغيت ندخل للمسائل الماديه. تمام، اريد ان ابقى في الواقع في المسائل الماديه. نعم. اليوم مع هذه الزياده التي كانت في العام 2015 انتم غير راضين في الواقع على مساله التعويضات ايضا، وتاخر ما تسمونه تاخر الحكومه في اصدار هذا المرسوم الذي تقول الحكومه في الواقع، او يقال حسب المعلومات المتوفره بانه في مسطره المصادقه. الوضع الحالي يؤثر اليوم على عملكم، على ادائكم؟ طبعا احنا مش هنا اللي كنسميوها، راه المشاهد حكم بيناتنا. لكن سنتين لا تساوي شيئا، احنا سنتين راه يعني تعطلت الحكومه كثير بزاف، لاننا كنقول بانه المرسوم كان خصو يخرج مع القانون في نفس الوقت. بالنسبه للقضيه ديال الوضعيه الماديه للقضاة اليوم، اسمح لي غادي نقول لك بانه طبعا راه الانسان يعتمد على الاسره ديالو، هذا هو المفروض، راه يعيش في واحد الضيق من امره. وحنا نهضروا بواحد اللغه اللي يفهمها المشاهد. الانسان ساكن في الدار البيضاء ولا في مراكش ولا في طنجه ولا في الرباط، شحال غادي يكري، شحال غادي يدير الطريطه ديال الطوموبيل، شحال يبقى له للتدريس، وشحال يبقى له باش يعيش ويبقى نزيها. نعم، هذا راه مفروض عليه كما قال الاستاذ، ويبقى نزيها. النزاهه هذه راه ماشي محل النقاش، ولكن هذه هي الاجره ديالو. اذا راه كتذكروا عاير هنا هذه واحد 3 سنين، راه رئيس الحكومه السابق ماذا قال؟ قال بانه لا يرضى بان يكون اجر القاضي اقل من البرلماني، وهذا تصريح مسؤول حكومي. اذا اليوم عمليا اجر القاضي اقل من اجر البرلماني؟ راه ذكرتي انت الرقم ديال القاضي بشحال كيبدا وشحال كيدوز، واحد 20 سنه عاد باش يوصل لواحد واحد واحد بعد 20 سنه. بعد 20 سنه اذا احنا دابا الان عندنا واحد المرجعيه الدستوريه، عندنا واحد المرجعيه التشاركيه، لانه الحوار الوطني حول اصلاح منظومه العداله طالب بتحسين الظروف الماديه. لما كيقول الظروف الماديه راه كتشمل الاجر والتعويضات والتحفيزات. عندنا الخطاب الملكيه كذلك، جلاله الملك في 2009 وفي عده خطب اخرى طالب بتحسين الوضعيه الماديه. راه الاهميه ديال هذا التحسين الوضعيه الماديه راه كذلك على مستوى اطمئنانيه القاضي والامن المهني للقاضي، راه عنده واحد الدور اخر في استقطاب الكفاءات للقضاء. احنا ما بغيناش غير فقط الانسان غير باغي يخدم يجي للقضاء، راه بغينا كذلك استقطاب الكفاءات اللي كاينه في مختلف ونديروا الان واحد الدراسه ونشوفوا شكون من هذه الكفاءات اللي كاينه في ادارات اخرى مستعد يجي يضحي بهذا الوقت كله اللي شار عليه الاستاذ الخضراوي، الانسان اللي كيشتغل يعني يوميا في بيته مقابل هذا الاجر وهذه التعويضات. اذا كونوا شويه واقعيين. المهنه مغريه الان، المهنه بوضعها الحالي. كنتكلم على الرساله، راه كنفرقوا ما بين الرساله وما بين الاجر. الاجر غير مغري بتاتا. طيب. والامثله كثيره. طبعا الحال الرساله كل واحد كيف يقدرها، هي رساله ساميه ونبيله ولانها لا تقدر بثمن، ولكن الاجر الان راه لا يغري في 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 جميل. هذه المهنه، لانه هناك حقوق ولكن هناك في المقابل واجبات كثيره ملقاة على القضاة، وهناك كذلك مسؤوليه ربط المسؤوليه بالمحاسبه. اذا هذه المبارد تقابل في الحقوق والواجبات. جميل. الذي نطلبه. جميل. والحال هذه اليوم انتم كهيئات تمثل القضاة كيف تتحركون بما يتعلق بالفئة بالوضعية الاجتماعية للقضاة، أيضا فيما يتعلق بتقاعدهم تقاعدهم مستقبلا كيف تتصرف؟ أولا أنه كاين واحد كاين دي لاكون وكاين مشاكل في الجمعيات المهنية، تضطر أنها تحاول دير شراكات،
تحاول تقدم هي تحاول تلقى شي خدمات اللي تقدمها للسادة القضاة على مستوى السكن، مع انه هذا ماشي من التزامات الجمعيات المهنيه وماشي من الادوار خاص ديرها الجمعيات المهنيه، ورغم ذلك ولا من الشق الكبير ديال العمل الجمعوي مثل الوداد حسن القضاة وباقي الجمعيات الاخرى هو يعني ايجاد حلول للمشاكل الصحيه، ايجاد حلول للمشاكل خصوصا على المناطق في المشاكل الجهويه. راه ما يمكنكش تخيل يعني الاشكاليات العمليه اليوميه اللي تخلي القاضي منزعج، تخلي القاضي ما مهتم يعني ما مركزش على العمل ديالو. بالنسبه اليكم تمارسون في الميدان في الواقع وتعيشون التجربه الجمعويه في اطار، يحدث ان هناك حالات صحيه للقضاة تتدخلون من اجل التغطيه عليها؟ اليوم 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 احنا لا نشهر، كاين عندنا قضاة الان ما لا يعني كلفه علاجهم مثلا 12000 درهم شهريا او اكثر، ما عندوش قاضي اليوم اليوم يعاني من هذا الموضوع هذا، ونبحث عن حل، نبحث له عن حل. كيف تتصرفون في مثل هذه الحالات عاده؟ ليس في هذه الحاله عاده، عادة أو اولا يكون اولا تضامن القضاة اولا بحلول جمعويه ذاتيه، ثم يتم يعني مخاطبه الجهات المعنيه اللي ممكن تقدم مساعده. واش حنا خصنا نديروا هذا العمل هذا؟ واش القاضي خصو يبقى هو يركز على المهام والمسؤوليات اللي عنده ولا يبقى عنده غير شامله؟ غير شامله بطبيعه الحال، كاين حالات اللي ما تكونش شامله. وبالنسبه للسكن القاضي يعني بغى يستقر ما عنده حتى شي حاجه، حتى حاجه عنده ما تخصو يشوف كيفاش يدير لها. ما عنده يعني لا استقرار. هذا باش المشكل قلتي دا المتقاعدين الان اللي طرح اللي بان كنا عندنا المشكل ديال القضاة اللي يلاه بداو المهنه والمسار وتتكون الاجره بقى وعنده اكراهات كثيره، دابا ولا المتقاعدين دابا عندنا ولا عندنا فئه كبيره اللي تيناضلوا وباقيين مستمرين وتم التمديد لهم وتلقوا بانه هناك اقتطاعات من الاجور ديالهم. تخيل ماشي غير زياده، عندهم اقتطاعات الان قضاة. طيب بعد 30 سنه 30 سنه و40 سنه من العمل عنده دابا اقتطاعات، يعني تقول لي يعني هو فلاص ما تشجعوا يكمل معاك لانه هو راه رصيد القاضي كل ما تزيد مع السنوات راه تيولي يعني انضاج، يولي خزانه قانونيه وقضائيه ما خصكش تفرط فيها، خصك تشوف باش تجيبو عندك وتخليه. حنا دابا تنجريو على الكفاءات وعلى الاطر ديالنا. طيب هذا النقطه تحيلنا ايضا على ما ورد في بلاغكم الاخير، حددتم لربما شهر يونيو من اجل عقد جمع عام او شيء من هذا القبيل من اجل التقرير في خطوات تسمى الخطوات النضاليه. عمليا فيما تفكرون؟ اولا قبل ذلك اود الرجوع الى نقطه الوضعيه الصحيه للقضاة، وهذا موضوع مهم جدا وسبق ان يعني ان فتحناه كثيرا في كثير المرات، نادينا منذ 3 سنوات او اكثر على الاقل، نادينا بضروره ايجاد تغطيه صحيه خاصه يعني بالقضاة، لان التغطيه العامه لا تلبي الواقع اليوم، لا تلبي المطلوب. لماذا نقول هذا الكلام؟ هذا الكلام لانه ثبت بالتقارير الطبيه والتي بحوزتنا مستعدين حتى نشروها، ولو كنا ما كانش عندنا نحرجوا الاخوان اللي عندهم هذا الاشكال كون شرنا في الاسماء، ولكن نتحرج من الاخوان، ولكن عندنا تقارير طبيه التي تربط طبيعه العمل بطبيعه المشاكل الصحيه، ولذلك احنا نطالب الدوله بان تتحمل. شنو ابرز الخلاصات الموجوده عندكم؟ تتحدث عن دراسات او مسوح اللي نعم مشاكل صحيه مرتبطه بالبصر، لانه هذا مرتبط كذلك برقم الاحكام، مشاكل مرتبطه بالعمود الفقري مرتبطه كذلك بتحرير الاحكام. طيب. مشاكل الجلوس في الجلسات التي تستمر الى الثالثه صباحا هذه كلها مرتبطه كذلك اذا تقارير طبيه تربط ما بين العمل والمرض. بالتالي هنا من الطبيعي جدا ان الجهات المسؤوله يجب ان تتحمل المسؤوليه في ايجاد تغطيه صحيه كفيله بحمايه هؤلاء القضاة، وحنا كاملين معرضين لهذا الامر لا قدر الله. وبالتالي لما نطالب بتغطيه صحيه ملائمه هذا ليس امتيازا وانما فقط لملائمه ظروف العمل مع هذه التغطيه الصحيه، لان التغطيه الصحيه العاديه وحتى مؤسسه الاعمال الاجتماعيه رغم المجهودات التي تقوم بها لا تغني ولا تسمي من جوع، لان الامكانيات اللي عندها هي كذلك لا يعني غير كفيله. وبالتالي نطالب بتغطيه صحيه مناسبه للقضاة. عوده لاجتماعنا الذي قررناه في 29 يونيو المقبل ان شاء الله، هي دعوه لاجتماع حضاري بمكان يعني داخل المؤسسة عمومية، سوف يأتي القضاة ونتدارس فيه هذه الوضعية يعني ونقرر بشأنها جميع الحلول التي يمكن أن نطرحها. سنستمع إلى القضاة أولا لأنه القضاة هم المعنيين بهذا الأمر، على الجهات المسؤولة أن تلتقط هذه الرسالة. شو الإمكانيات المتوفرة؟ تخرجون إلى الشارع؟ ما نقدرش نقول لك، لأنه الجمع العام واللقاء ديال القضاة هو الذي سوف يقرر
ولكن أنا أتمنى بأن الجهات المسؤولة تلتقط الرسالة وتعالج بالاستجابة لهذه المطالب، لأنها مؤسسة على الدستور، على القانون، على الخطب الملكية، على المقاربة التشاركية للحوار الوطني، على تصريح رئيس الحكومة الذي ذكرته قبل قليل، يعني ماشي مطالب يعني خارج السياق. طيب. ونعطيك أي واحد المثال لو سمحتي لي، المثال واحد الذي يدل على 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 بطء الحكومة في التعامل مع هذا الملف، المرسوم ديال ترقية القضاة. المجلس على السلطة القضائية رغم قيامه بالمجهودات في هذا المجال ديال الترقية، ولكن يصطدم بوجود مرسوم يعود إلى 1975 ديال ترقية القضاة. الترقية هي غير حرب ترقيعي بسيط لزيادة الأجر، ومع ذلك ما الذي منع الحكومة من أنه بمجرد خروج القانون ديال المجلس على السلطة القضائية أن تخرج هذا المرسوم وأن تعدله لتطابقه مع القانون، حتى يتخذ المجلس على السلطة القضائية الذي هو كفيل، يعني الذي هو المكلف بتحقيق الضمانات، ممكن نقول الضمانات راه فيها الضمانات القانونية والضمانات المادية، لأن القرار ديال المجلس الآن تصطدم مع وجود هذه المراسيم. الآن هذه الرسالة نوجهها من هذا المنبر بأن يتم تعديل هذا المرسوم ديال 1975 في أقرب وقت، بموازاة مع صدور مرسوم ديال التعويضات والتغطية الصحية، والتفكير كذلك حتى في المسألة الاجتماعية والأعمال الاجتماعية. طيب. هذا موضوع كبير جدا كذلك. طيب، بالنسبة للودادية الحسنية للقضاة، تحدثتم في البلاغ بلاغ عاشر ماي أظن، عن أنكم تدخلون في اتصالات مع الهيئات المعنية، ومن ضمنها أيضا وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، المجلس على السلطة القضائية، تبذلون هذه المساعي في هذه الاتجاهات. كيف تسير هذه المساعي؟ أولا كان عندنا اجتماع قبل الاجتماع تاع المكتب المركزي للولاية الحسنية، يعني المجلس على السلطة القضائية سن سنة وهو فتح الحوار مع جميع الجمعيات المهنية، وفي لقائنا مع أعضاء المجلس الأعلى يعني كانت لدينا مجموعة من النقاط اللي من بينها هذا الشيء ديال التعويضات، الديمومة، الوضع الصحي، الاعتداءات التي قد تطال، وحتى القضاة احنا ما دويناش عليها، قد هناك بعض الاعتداءات التي تطال القضاة اثناء ممارستهم لمهام خاصة الحماية ديال القاضي، حماية القاضي اثناء ممارسته لمهامه. لا يعني لا نقبل ابدا يعني كجمعية مهنية وكقضاة انه القاضي يعتدى عليه داخل المحكمة لأي سبب من اسباب. طبيعة الحال كاين مسؤوليه ومحاسبه، كاين مجموعه من الاليات. اذا حنا بالنسبه لنا كوداديه كجمعيه مهنيه قضائيه تفتحوا مع السلطه، فتحنا مع السلطه القضائيه الحوار على اساس انه يتم نقل هذه المطالب تاع القضاه، لان حنا كجمعيه مهنيه الدور ديالنا هو اولا تحسيس ونقل هذا صوت. طيب. القضاه الى المؤسسات. منذ 10 ماي حتى اليوم مع وزاره جديد. العدل ما عندناش جديد. لا جديد. نعم. توجهتم لوزارة العدل أيضا؟ توجهنا للمجلس على السلطة القضائية. طيب، نعم، جميل. أريد فقط هذه النقطة دي المؤسسات. إحنا قلنا راه المشكلة عندنا مرتبط باستقلال المال، راه المؤسسات. نعم. رئاسة النيابة العامة والمجلس على السلطة القضائية راه لا يملكون غير إصدار التوصيات. إحنا بدورنا توجهنا إليهم في البلاغ ديالنا وقلنا بأن المجلس على السلطة القضائية نطلب منه كذلك أن يضاعف الجهود في هذا الأمر، ولكن ما عندوش سلطة القرار، لأنه ما عندوش استقلال مالي مرتبط بهذا مسألة الأجور. إذا الأمر كله بهذه الحكومة، ولذلك نحن يعني توجهنا لها. إحنا تخوفنا الآن هو أن الحكومة تكون رفعت يدها عن هذا الموضوع وتركته يعني للسلطة القضائية، حين أننا مستقلين فعلا في الصلاحيات وفي المؤسسات، ولكن في الجانب المالي راه ما عندنا استقلال، وهذا ما كنا ننادي به اليوم. أليس هناك نوع من سوء الفهم، أو لنقول نوع من الغموض حتى لديكم أنتم؟ نعم. بشأن لمن تتوجهون فيما يتعلق برعاية المسائل المادية تحديدا للقضاة. تفضل أستاذ. لا، ما كاينش عندنا سوء فهم، هو احنا عارفين بأنه من ناحية أو لربما بينكم كقضاة وبين وزارة العدل. احنا بالنسبة لنا في التوجه ديالنا في المقاربة ديالنا، السلطة القضائية يعني تتعامل هي المخاطب بالنسبة لنا كقضاة باش هي تخاطب السلطة الأخرى. طيب. احنا ما دايرينش الخط المباشر، ما دام عندنا السلطة اللي احنا ننتميو لها، هذه مقاربتنا، تفكيرنا، تحليلنا، منهجيتنا في ما، وهذا لا يخطئ أو يعني يطعن في أي توجه آخر. هذه بالنسبة لنا احنا المقاربة. ثانيا عندنا احنا مقاربه اخرى، اننا اعضاء في مجلس التوجيه والمراقبه بالمؤسسه المحمديه للاعمال الاجتماعيه، فتنحاول من خلال هذه المؤسسه ندافع على جميع مطالب القضاة، لا الاجتماعيه، لا السكنيه، لا الصحيه، الى اخره، وسطنا حقهم في المكسب. ولكن اولا ننوه حق كاين شويه تحرك داخل المؤسسه، ولكن كما قال الاستاذ عبد اللطيف ما كافيش، وهما تعانيوا من مجموعه من الاختلالات، مجموعه من تجديد الهياكل، تجديد البنيه القانونيه، تجديد، فهما تما باقي عندهم مشاكل ما يمكنش نعتمدوا عليهم باش يحلوا معنا هذا الاشكال. طيب. اللي هو اني تعطل متاخر تقول. طيب،
أريد فقط أن أفتح معكم قوس بشأن ارتباط هذه المسألة الاجتماعية والاقتصادية للسادة القضاة، ارتباطها أيضا بمسألة الأخلاقيات ومسألة تخليق الممارسة القضائية، مع التعبير عن كل الاحترام والتقدير لكل السادة القضاة الشرفاء والصالحين، أريد فقط أن أثير هذه النقطة التي هي مرتبطة في الواقع بالتمثل الاجتماعي للقاضي، حالات الفساد عفوا، حالات الرشوة، الحالات التي تكون فيها تجاوزات أخلاقية، هذا النموذج كيف اليوم يتم التعاطي معها؟ هو موجود الآليات والضمانات المتوفرة من أجل القطع مع مثل هذه الحالات؟ أستاذ شنتوف تفضل. طبعا هو هذا الموضوع يعني هو موضوع شامل مرتبط بأولا القضية ديال التمثل الاجتماعي للقاضي. التمثل الاجتماعي الشعبي للقاضي راه أحيانا خاطئة، لأنه يرى القاضي في يعني في في يعني في وضعيات اجتماعيه يعني في رفاهيه كذا، هادشي كامل غير صحيح. ولكن الاساس ديال هذا المشكل منين جاي؟ هو جاء من الصمت حول الوضعيات القضاة. الان الحمد لله كاينه هذه الفرص ديال وسائل الاعلام اننا نناقشوا هذه الوضعيه ونوضحوا الراي العام، ها الوضعيه التي يحيى، وهذا هو الصواب. راه ماشي من 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 من, الصح من ليس صحيا ان نصمت عن الوضعيه ديال القضاة. ثم المساله التي اشرت اليها هي مرتبطه بمبدا عالمي ومبدا قانوني في القانون المغربي، وهي النزاهه، النزاهه في القضاء. هذا مرتبطه هذه موجوده في القانون كواجب قانوني علينا، وموجوده كذلك في الاخلاقيات القضائيه في العالم. النزاهه محدد اساسي في الثقه، مقاربات النزاهه تبدا من التحصين كذلك، ايجاد وضعيه ماديه للقضاة. هذا ماشي مقابل ديال النزاهه لا، ولكن كاين عده مقاربات، اولى هذه المقاربات هو تحصين الوضعيه الماديه للقضاة لمقاومه الاغراء. هذا راه كاين منصوص عليه في مدونه بنغالور السلوك القضائي، ولكذلك لاستقطاب كفاءات قضائيه لهذا المجال. اذا الامور يجب ان تكون واضحه جدا. بغينا قضاء يعني الحمد لله الان كاين هذا النقاش اليوم هو دليل على واحد المؤشر ديال ارتفاع مؤشر النزاهه في القضاء المغربي، والا لما كنا تحدثنا. اذا بالتالي احنا وكاين مؤسسه كذلك تقوم بدورها في المسائل ديال التخليق. راه المجلس على صوت القضائي قائم بدوره، راه كيصدر تقارير وعنده احصائيات ديال المسائل ديال التخليق، راه واضحه وما كيتسامحش مع هذا الموضوع هذا. ولكن بالمقابل احنا قررنا كهيئات مهنيه ان لا نصمت عن حقوقنا، وهذا من حقنا كذلك لا في القانون ولا في الادبيات العالميه كذلك. طيب ازاء هذه المطالب ايضا هذا السؤال المرتبط بالنزاهه. اليوم ما هو مستوى التعاطي مع الحالات التي تخالف اخلاقيات الممارسة القضائية فيما يتصل بالرشوة، فيما يتصل لنقول كل الأخطاء القضائية في هذا الجانب؟ نقدر نقول بأنه بكل موضوعية وبدون مبالغة بأن يمكن الجسم القضائي من أكثر المجالس ومن أكثر الجسم يعني المجالات اللي أكثر صرامة مع المنتسبين إليه في المجال ديال التخليق. عمل المفتشية العامة للسلطة القضائية يعني تقارير لا تقييم ولا ديال التفتيش، يعني متعددة جميع المؤسسات وجميع المحاكم. عدد القضاة يعني كاين واحد العدد كبير. تصدر عقوبات بطبيعة الحال. هاد السنة هذه 2018 كان 24 مثلا قاضي أحيل على يعني المجالس التأديبية لمخالفات مهنية متعددة، وكاين شي استقبال الشكايات بشكل عادي ديال المواطنين. يعني هاد المجال بكل صراحه كاين اليات ديال المراقبه، وكاين تفعيل ديال النصوص اللي كاينه، وكاين يعني يتم اصدار عقوبات تأديبيه في حق القضاة اللي تتكون حالات النشاز، حالات اللي تخيل معايا في هذه الظروف كلها تنهو عليها. والقضاة يعني معدل الثقه 4 ملايين قضيه في السنه، هذا راه اللي تتسجل في السنه، راه من اكثر المؤسسات اللي تنال الثقه ديال الشعب. باختصار شديد في هذه النقطة تحديدا، نعم. هل تحسون بأن المواطن يحس بأن هناك مؤشر نزاهة عالي حينما يذهب إلى المحكمة؟ شوف بالنسبة لنا بكل موضوع طيب. دائما كاين طبيعة الحال يتم يعني استغلال بعض الصور أو بعض الحالات الشادة باش يتم تسويد
الصوره والحال انه تمكن عندنا مؤشرات واقعيه الان، تمكن عندنا 4 ملايين قضيه تعرض في السنه، وعندنا مستوى كبير ديال الاحكام وديال الانتاج، وعندنا مداخل كبيره تدخل للخزينه العامه، وعندنا مجالس تاديبيه تنصب الى القضاه ويتم التحاسب معهم بشكل دقيق جدا. اعتقد بانه يمكن عندنا يمكن غير ان خصنا هذه الصوره توصل، وهذا من بارك كما قال سعد اللطيف انه نبينوها. ختاما استاذ عبد اللطيف، باش نشوف حالات شاده ام حالات لا تزال موجوده بمستوى معين ام ماذا؟ هو يجب ان في هذا الموضوع ديال التخليق يجب ان المواطن يوضح، المواطن ايضا يذهب الى المحكمه ويرتفق. نعم يجب ان نوضح الامر. انا قلت بان مؤشر ديال النزاهه في صفوف القضاه يعني هي في ارتفاع الحمد لله نتيجه مجموعه من الاجراءات التي تم اتخاذها. ياك التعميم راه ما كايناش في جميع الدول ولكن مؤشر مرتفع. غير خصنا نفهموا واحد المساله، القضاة لا يشتغلون لوحدهم، راه كاينه واحد البيئه في عده متدخلين. اذا بغينا نصفيو خصنا نصفيو يعني الصوره كلها، وبالتالي كاينه مظاهر سيئه اللي كتلتصق بالقضاء. اذا يجب جميع المؤسسات المتداخله في المحاكم ان تنسق فيما بينها لي يعني الاشتغال على هذا الموضوع. اخيرا اذا كانت هي الكلمه الاخيره، احنا كنطلبوا من هذا الموقع بان الحكومه تعجل بالاستجابه للمطالب ديال القضاة والمؤسسات القضائيه كذلك، عليها ان تفتح حوار مع هذه القنوات. شكرا استاذ عبد اللطيف الشنتوف رئيس نادي قضاة المغرب، شكرا جزيلا لك على المشاركه معنا. استاذ محمد الخضراوي نائب رئيس الوداديه الحسنيه للقضاة، شكرا جزيلا لك على المشاركه. وجهنا الدعوه ايضا لوزاره العدل لكن اعتذرت عن المشاركه. مشاهدينا الكرام الى حلقه مقبله، الى اللقاء.